ونتابع نفس الدرس السابق اللي هو الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية. نبدأ بالتذكير كيف العادة. تعريف، التعريف الأول، عرف الموجة الميكانيكية المتوالية. إشارات ميكانيكية ناتجة عن اضطرابات مستمرة ومصاغة من بعيد. برافو عليك. نعم. تعريف آخر للموجة الميكانيكية. هي ظاهرة انتشار. نعم. صحيح. برافو عليك. أنواع الموجات الميكانيكية. موجة طولية وموجة مستمرة. صحيح. مثال عن موجة طولية ومثال عن موجة مستعرضة. مثال عن موجة مستعرضة. موجة طولة. نعم. موجة طولة. موجة طولة حب. هي موجة مستعرضة أو طولية؟ طولية. أيوا بلا تثبت. مستعرضة. عرف الموجة المستعرضة. بلاتي عاود بشويه. الموجه المستعرضه يكون فيها اتجاه انتشار الموجه عموديه على اتجاه التشويه. صحيح. يعني هنالك اتجاهين، الاتجاه الاول اتجاه الانتشار والاتجاه الثاني اتجاه التشويه، وكيكونوا متعامدين. نعم. مثال اخر عن موجه طوليه. موجة طول نابض. نعم. إذن عرف الموجة الطولية. الموجة الطولية هي الموجة عندما يكون اتجاه الانتشار وتشويه على نفس الاستقامة. حسن. مثال آخر عن موجة طولية رأيناها في الحصة الماضية. نعم. الصوت. نعم. كيف عرفنا الصوت؟ كيف عرفنا الصوت؟ ماشي دائما نفس العنصر اللي بقى يجاوبنا. الصوت هو عباره عن موجه ميكانيكيه تنتشر في وسط المادي مرن الهواء ناتجه عن انضباط الجاذبيه وسط الانتشار، هي عباره عن موجه طوليه. حسن. لكن الصوت هل ينتشر دائما غير في الهواء؟ في كل وسط مادي مرن. نعم. اذا سنتابع خلال هذه الحصه دراستنا للموجة الصوتية، ونبدأ بوضعية المشكلة. نظمت ثانويتنا مسابقة في تجويد القرآن. بطبيعة الحال حضر العارفون في التجويد، فقهاء، علماء إلى غير ذلك، واحتل الصف الأول مترشحان. كان الفائز يجب أن يكون واحد، احتار الجميع. من سيكون الفائز؟ اللي عنده الصوت. اللي عنده الصوت مليح. الاثنان يتقنان قواعد جويد. تدخل استاذ الفلسفه. استاذكم الفلسفه شكون هو؟ سنابير. قال اليس الصوت ظاهره فيزيائيه؟ إجابة نعم. بلى. ثم قال أليس الفيزياء مادة للتجريب والملاحظة والقياسات؟ بلى. جواب بلى. إذن قال أستاذ الفلسفة على مادة الفيزياء أن تقرر من سيكون الفائز، وعلى الأستاذ أستاذ مادة الفلسفة أن يقدم تقريرا في قياساته. القياسات المخبرية في نظركم الآن ما هي القياسات التي سيجريها أستاذ مادة الفيزياء
على الموجة الصوتية. ما هي هذه القياسات؟ الصوت كما نعرف هو موجة كباقي الموجات، كباقي الموجات الميكانيكية. والموجات الميكانيكية نعلم بأن لها مميزات يمكن قياسها، مقادير فيزيائية يمكن قياسها، مثل ماذا؟ تشويه ليس بمقدار فيزيائي، مقدار فيزيائي قمنا بقياسه، مقادير وليس مقدار. اذكر هذه المقادير. نعم، مثل ماذا؟ المسافة، لاندا، طول الموجة. بالعقل نبدأ بعدك. المسافة، طول الموجة، تعريف لطول الموجة. خلال مدة زمنية تساوي دور موجة T. حسن، هي أقصر مسافة تقطعها الموجة خلال مدة زمنية قدرها T. إذن يمكن قياس طول الموجة. ماذا أيضا؟ تردد. حسن، تردد الموجة اللي رمزنا له باش F. أيضا الدور T. إذن لاحظوا بدأت الأجوبة كتجي مسلسلة. ماذا أيضا؟ مقدار فيزيائي آخر. حسن، سرعة الانتشار. إذن هذه المقادير يمكن قياسها، وبالتالي سنعتمد على هذه المقادير للإجابة على أستاذ الفلسفة. خلال التجربة الأولى الآن غتعطيوني، غادي نوزع عليكم هذه الوريقات وكل واحد يعطيني التصور للموجة الصوتية نتاعو. كيفاش كيتصورها في الفضاء؟ حاول ترسم، تعطيني التمثل ديالك. أنا قبيلة بيب، هي موجة. السؤال اللي طرحته، هل هي موجة مصونة؟ يعني هل هي موجة متوالية تستمر في الزمن؟ لا، كانت المدة الزمنية قصيرة ديالها. نحن الآن سنهتم في هذه التجربة الأولى بموجة دورية. إذا التركيب التجريبي في التجربة الأولى هو كالآتي، اللي راه هنا مع الأسف درناش نكبروه. تبلوك. التجربة الأولى اللي دائما في هذه التجربة الأولى احنا نجيب على الإشكالية اللي طرحناها في الأول باش نعرفوا نحدد مترشح فائز. في التجربة الأولى كيف كتلاحظوا نزح عليكم أميد على هاد الجهاز اللي كتعرفوه كلكم اللي هو راس التذبذب. هذا جهاز هنايا اللي غادي اللي كنسميوه جي بي اف، اللي هو عباره عن واحد الجهاز كيعطينا توترات بترددات مختلفه، اللي بواسطته سوف نغدي واحد مكبر الصوت اللي غادي يكون بالنسبه لنا هو المنبع، وبواسطه ميكروفون سنلتقط الموجه التي يبعثها الصوت، التي يبعثها المكبر الصوت بواسطة ميكروفون. الآن الميكروفون غادي نربطوه بالمدخل الأول لراسم التذبذب لمعاينة هاد الموجة الصوتية، وكذلك سنربط جي بي اف تاعنا براسم التذبذب لمقارنة هاتين الموجتين. السؤال الأول،
ما دور الميكروفون؟ يلتقط؟ يلتقط الموجة الصوتية، صحيح؟ وهذه الموجة الصوتية غير مرئية، ما كنشوفوهاش بالعين، وبالتالي الميكروفون أو بواسطة الميكروفون سيحول هذه الموجة الصوتية إلى ذبذبات كهربائية، إلى ذبذبات كهربائية. بواسطة رسم التذبذب سنعاين هذه الذبذبات الكهربائية. اتفقنا؟ التركيب التجريبي، سنحتاج إلى ميكروفون، كلهم كتعرفوه، سنحتاج إلى مكبر الصوت اللي حنا كنعيطوا له بالدارجة باف، وسنحتاج إلى جبعف بالإضافة إلى راسم التذبذب اللي عنده مدخلين، المدخل الأول والمدخل الثاني. في الأول غادي يركب جبعف مع مكبر الصوت، مربط الموجب أو القطب الموجب مع المربط الموجب، القطب السائب مع المربط السالب. نفس الشيء نركب الميكروفون مع من؟ مع راسم التذبذب في المدخل مثلا الثاني يقراك جوج. دائما المدخل الهيكل مع الهيكل، والمربط الموجب مع المربط الموجب. على المدخل الاول إيكراك ا، على المدخل الاول إيكراك ا غادي نركبو جي بي اف لمعاونة التوتر ديال جي بي اف. إذا الهيكل مع الهيكل والمربط الموجب على المدخل إيكراك أ. الآن التركيب التجريبي واد، ماذا نسمع؟ صوت، موجة صوتية متوالية، أيضا مصونة، موجة صوتية مصونة. إذا الشكل ديالها وهذا، الذبذبات الكهربائية تحت الموجة الصوتية عندها هذا الشكل. الآن سنعاين على المدخل الثاني الذبذبات التي يحولها الميكروفون عندما نقرب الميكروفون إلى مكبر الصوت. غادي ناخذ نفس الحساسية الرأسية 0.1 فولت 0.1 فولت لكل ديفيزيون. نقرب، ماذا نلاحظ؟ إذن غادي نحاول نمر هاد الشاشة ديال رسم التذبذب على الجهاز نتاعنا.